إله واحد أمين، دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في عظات موضوع الكهنوت المسيحي النهاردة العظة الثامنة، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن إزاي أن ربنا يسوع المسيح اختار الاثنى عشر تلميذا، وكيف أنه عين 70 رسولا، وتكلمنا بالتفصيل إزاي ربنا يسوع المسيح أعدهم للخدمة من الناحية الكتابية والروحية واللاهوتية والرعوية وكل ما يلزموه في الخدمة، ثم أرسلهم إلى خدمة تدريبية، وبعد كده بعد حلول روح القدس أرسلهم إلى الخدمة الكبيرة والإرسالية العظيمة اللي وصلوا فيها صوت المسيح إلى أقصى المسكونة. وعرفنا أن ربنا يسوع المسيح لم يستثني أحد من فترة الإعداد، فلما اختار شاول وأعده للخدمة وصار بولس الرسول، عوضوا عن الثلاث سنين اللي ما عادهاش مع التلاميذ ومعاه، وكان بيظهر له مرات كثيرة جدا، وأعده أيضا للخدمة وأرسله وصار رسولا للأمم. وكلمنا أن الكهنوت لم يقتصر فقط على الاثنى عشر والسبعين، ولكن شفنا من خلال الكتاب المقدس في سفر الأعمال إزاي أن الآباء الرسل أصروا أن يختاروا واحد مطرح يهوذا اللي كان من الاثنى عشر وخان المسيح وسلمه، واختاروا إنسان يكون فيه مواصفات مهمة جداً، أن هو يكون شاهد ربنا يسوع المسيح بالجسد وعاينه وعاش معاه واختبره وسمعه عشان يقدر يشهد بالكلمة. وكان بيختاروا اثنين، وقعت القرى على متياس وحسب متياس من الاثنى عشر رسولا، واخذ كل ما للرسل من مسؤوليات ومن خدمات ومن سلطان. واتكلمنا على موضوع ان درجات الكهنوت ظهرت في العهد الجديد بوضوح، فشفنا في خلال العهد الجديد في اعمال الرسل وفي الرسائل وفي سفر الرؤيا درجة الأسقفية ودرجة القسيسية ودرجة الشموسية، وهي الثلاث درجات الأساسية في الكهنوت المسيحي. مش زي ما الناس بتنكر الكهنوت بتقول دي حاجات جدت على الكنيسة، دي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله الحية والفعالة. وتكلمنا على موضوع النفخة المقدسة، وإن ربنا يسوع المسيح نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. فالمسيح أعطاهم سلطان الكهنوت وأعطاهم ممارسة الأسرار اللي من حق الكهنة فقط إن هم يعطوها، زي المعمودية لما قال اذهبوا تلمذوا وعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، زي المسحة المقدسة اللي قال عنها الكتاب المسحة التي أخذتموها، زي سر الإفخارستية لما قال لهم اصنعوا هذا لذكري، وزي بقية أسرار الكنيسة اللي قدسها المسيح وأعطاها للرسل والتلاميذ وخلفائهم أن يمارسوها بالنيابة عنه. النهاردة أيضا هنتكلم على موضوع وضع اليد، فموضوع وضع اليد كان من الموضوعات الأساسية التي يستعمل في نقل البركة من الله عن طريق الناس إلى ناس آخرين. موضوع وضع اليد استعمل في العهد القديم في مسح الكهنة والأنبياء والملوك، واستعمل في العهد الجديد في منح الكهنوت ومنح البركات السماوية. رغم أن ربنا اختار شاول ودعاه للخدمة، ولكن شاول لم يبدأ خدمته لغاية لما أخذ وضع يد من الكنيسة، اللي ربنا أعطى الكنيسة السلطان أن هم يعطوا للي بعديهم. يقول الكتاب في أعمال الرسل إصحاح 13 عدد 2 و3، حينئذ قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي ثم أطلقوهما. رغم أن ربنا داعي بولس، أصل لو كل واحد قال أنا ربنا دعاني وأنا في الخدمة هنعرف إزاي؟ ما في ناس برضو عندهم أمراض نفسية وأمراض عقلية يقولوا برضو احنا ربنا دعاني، انا نبي انا رسول انا اسقف، ما تقدرش تعرف بقى مين منين. فرغم ان ربنا داعي شاول، ولكن يبدا خدمته الرسميه حينما ياخذ
الرسالة من الكنيسة إلا ربنا أعطى السلطان للأباء الرسل وكل من الله نفسه. افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا ووضع عليهم الأيادي ثم أطلقوهما. وضع الإيد هي الرسالة مع النفخة المقدسة. وتسلسل وضع الإيد، شوفوا بقى التسلسل اللي من خلال الكتاب المقدس. بولس الرسول اللي أخذ وضع الإيد من الكنيسة اللي ربنا اداها للكنيسة، هو نفسه وضع إيده على آخرين، وطلب من الآخرين اللي هو وضع إيد عليهم يضع إيدهم على آخرين، ومشيت الكهنوت حتى وقتنا هذا. فبولس الرسول رسم تيموساوس أسقف على مدينة أفسس، وقال له وبيقول لنا أهمية وضع الإيد، فبيقول له أذكرك أيضا أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدي. بولس اللي حط إيده على تيموساوس، وبولس أخذ الإيد من الرسل والرسل أخذوها من المسيح. أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدي. وبعدين هو بقى أسقف فأصبح له سلطان، وبولس الرسول مش فاضي عشان يرسم كهنة، فيكلف أسقف تحتي لأنه هو رئيس أساقفة أو يعتبر بطرك مسكوني، يكلف كاهن أساقفة تحتي يرسمه كهنة. فأقول له إيه في رسامة الكهنة؟ لا تضع يدك على أحد بالعجل، يعني أوعى ترسم حد بتسرع، ما يجيش اثنين ثلاثة من الشعب يقول لك إحنا مزكين فلان ده يرسمه لنا أسيس تروح رسمه على طول. لازم يبقى أعد زي ما المسيح أعد التلاميذ، ولازم يبقى مشهود له من الغالبية مش بس من أقلية عشان خاطر يخدم. فبيقول له لا تضع يدك على أحد بالعجل، يعني ما ترسمش حد بسرعة، خلي عندك نوع من التأني. نفس الحكاية حصلت مع تيتوس. تيتوس دوت كان شاب اختاره بولس أعده للخدمة، رسم أسقف على جزيرة كريت، وبعدين سابه في كريت عشان خاطر يخدم بالتفصيل في الجزيرة دي. بولس مش فاضي يقعد وقت كتير في كريت، ده راجل بطرك مسكوني بيتحرك في حتت كتيرة، ده بشر أكتر من نصف العالم المسيحي اللي بقى مسيحي المعروف في الوقت ده، وكتب أكتر من نصف الكتاب المقدس في العهد الجديد. فبولس الرسول يكتب رسالة لتيتوس ويقول له من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة خصوصا كما أوصيتك، في تيتوس 1:5. والآية الثانية اللي قلناها تيموساوس في تيموساوس الأولى 5:24. ده بالنسبة يبقى كلمنا على وضع الأساقفة ووضع الكسوس. أما بالنسبة للشمامسة فالكتاب المقدس يقول لنا بوضوح عن وجود درجة الشمامسة في الكنيسة الأولى في سفر الأعمال وفي الإصحاح 16 في منتهى الوضوح، يعني مش حاجة عملتها الكنيسة الإثنية أو وضعتها الكنائس التقليدية. لما زادت الخدمة جداً وعدد المؤمنين ابتدى يزيد، الرسل ما بقاش عندهم وقت عشان خاطر يخدموا مواقف، ما قدروش يعملوا لقمة أغابي زي ما كانوا بيعملوا في الأول، كان يوعز ويعمد ويطلع هو يحط الأكل للناس الرسول أو التلميذ، إنما العدد زاد جدا فما يقدروش يعملوا كده. ليس تكبرا عن هذه الخدمة، دي خدمة عظيمة، ولكن عشان خاطر يتفرغوا أكثر. وكتاب واضح يقول في الإصحاح الثالث وأعمال الرسل وفي تلك الأيام استقاصر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهن كنا يغفلن عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم وقت، فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة فنقومهم على هذه الحاجة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكراموس وتيمون وبرميناس ونيكولاوس دخيل أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. ده الشماس الكامل يوضع عليه الإيد، ياخد ردة كاملة. الشماس الكامل هنا بيتكلم، وما كانوش يعني أي كلام، بيقول لك ممتلئين من الروح القدس وحكمة، مش عشان خاطر هيخدموا خدمة مواعيد يبقى مجرد يعني أنشطة اجتماعية، لا، ده ليهم عمل روحي بيقوموا بيه. وشفنا استفانوس إزاي أنه هو قدم حياته من أجل المسيح وكان شماسا. فيبقى لغاية دلوقتي عرفنا رتبة أو درجة الإسقفية والقسيسية والشماسية. الكتاب المقدس بعد كده في الرسائل يشرح لنا مش بس أن الدرجات موجودة، يشرح صفات كل درجة ومسؤولية كل درجة
وكل ده في الكتاب المقدس. يعني على سبيل المثال للأسقفة اتكلم عليهم في تيموثاوس الأولى 3:1-7 وتيتوس 5 إصحاح الأولان من عدد 5-9 وفي سفر الرؤيا الإصحاح الثاني والثالث بيتكلم كثير عن الأساقفة رؤساء الكنائس السبعة. هاخد بس مثل واحد في تيموثاوس الأولى 3:2-7 يديك مواصفات الأسقف بالتفصيل. فالناس اللي قالوا المرة فاتت وردنا عليهم إن الكهنوت عام كل واحد يبقى كهنة، كلكم ملوك وأنبياء وكهنة، طيب هل يا ترى يتوفر فيهم هذه الشروط؟ وهل كل واحد لازم يتوفر فيه هذه الشروط عشان خاطر يبقى كاهن عام ولا أسقف عام؟ ولا ده حاجة خصوصية مواصفات لعمل معين لرتبة معينة؟ مش حتى كل الدرجات زي بعض، هنشوف الفرق بين المواصفات بتاعة الأسقف ومواصفات الكاهن ومواصفات الشماس. وإن كان في حاجات عامة بتجمعهم ولكن في حاجات خاصة بتخص كل درجة منهم. على سبيل المثال يقول عن الأسقف: فيجب على الأسقف أن يكون دع لإمرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم غير مدمن للخمر ولا دراب ولا طماع بالربح القبيح ولا حليما غير مخاصم ولا محب للمال يدبر بيته تدبيرا حسنا له أولاد في الخضوع بكل وقار. إنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لألا يتصلف فيسكت في دينونة إبليس. ويجب أن يكون له شهادة حسنة من الذين هم في الخارج لألا يسكت في التعيير وفخ إبليس. اللي في المواصفات دي مستعدين نرسمه أسفل. ده خصوصية، ده بيحدد الدرجة وبيحدد اللي لازم يتوفر فيه. بالنسبة للكسوس يقول: وأما الكسوس المدبرون حسناً فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة وليسما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: لا تكن مسوراً دارساً والفاعل مستحق أجرته، لا تقبل شكاية على أحد إلا على فم شاهدين أو ثلاثة الذين يخطئون وضخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. تيموثاوس الأولى 5:17-20. ده رئيس الأساقفة بولس بيكتب رسالة للأسقف تيموثاوس بيقول له ازاي يرسم الأسوس وإيه المواصفات اللي عليهم. ولو جه حد يشتكي من أسيس اوعى تسمع الواحد بس، واحد يقول لك أبونا ده تعبني على طول الأسقف ينقله، ما ينفعش. طب ما في 99% من الشعب بيحبوه. ألا تقبل شكاية على أحد بل على فم شاهدين وثلاث، ده الكتاب بيقول يكون الشهادة على فم شاهدين أو ثلاث، وهكذا درجات موجودة. طب والشمامسة؟ ده الشمامسة فيهم مواصفات الواحد ساعات يعني يقول لك: كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين غير مولعين بالخمر الكثير ولا طمعين بالربح القبيح، لهم سر الإيمان بضمير طاهر، إنما هؤلاء أيضاً ليختبروا أولاً ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. طب أنا ككاهن لما أشوف مواصفات الشماس كده طب أنا أعمل إيه؟ ده لازم مواصفات الكاهن تبقى أكثر من كده بكثير، لازم الواحد يكون أمين أكثر من كده بكثير. ده من حيث الكتاب المقدس. والدسكولية التي وضعها الأباء الرسل، يعني هم اللي كتبوا الرسائل وهم اللي كتبوا الأناجيل وهم اللي كتبوا أعمال الرسل، الدسكولية اللي هي قوانين الكنيسة اللي وضعها الأباء الرسل نفسهم، مش كل حاجة تقدر تكتب في الكتاب، وطالما لا تتعارض مع الوصايا الإلهية وفي تأكيد بيقول إن الرسل وضعوها والكنيسة عايشة عليها لغاية النهار. لما تفتح الدسكولية تلاقي بوضوح جدا درجة الإسقفية والقسيسية والشماسية موجودة بوضوح لأنها موجودة في الكتاب المقدس. يعني شوف القانون 71 في الكتاب الأول للأباء الرسل يقول لك: هناك قوم أسميناهم أساقفة وآخرين دعوناهم كسوسا وآخرين شمامسة. وبعدين مسؤولية كل واحد إيه منهم؟ قال لك: الأساقفة لرئاسة الكهنوت والكسوس للكهنوت والشمامسة للخدمة التي يكون بها الأساقفة والكسوس، مساعدين للأساقفة والكسوس. في أول الدسكولية لما يتكلم على الثلاث درجات يقول لك: الأسقف كراعي والكسوس كمعلمين والشمامسة كخدام. وفي حدود لكل درجة، وده اللي حافظ على كنيستنا في العشرين قرن واستمرت حتى وقتنا هذا، إن كل واحد عارف حدود، ولو واحد اتعدى على الدرجة اللي أعلى منه يبقى تحصل لخبطة في الكنيسة.
والكلام في الكتاب المقدس والكلام في الدسكولية. قانون 70 في الكتاب الأول للأباء الرسل يقول ليقف كل واحد في طقسه الذي دفع له ولا يخرج من الحدود التي حددها له الله. الذي يقول من يقبل منكم يقبل مني. طب حتى لو أباء الرسل حطوا الحدود ديت ما هتبقى من ربنا، لأن ربنا قال لهم من يقبل منكم يقبل مني ومن يقبلني يقبل الذي إيه أرسلني. من يرزلكم يرزلني ومن يرزلني يرزل الذي أرسلني. في قانون آخر يقول الآباء الرسل لا تغتصبوا لكم ما لم يدفعه ربنا لكم لتمتلكوا شيئا لآخرين ليس لكم سلطان عليه. لأجل هذا تجلبون على نفسكم الصخر مثل بني كورح وعزية الملك هؤلاء الذين اغتصبوا الكهنوت بغير أمر الله. كلام اللي قلناه الأسبوع اللي فات عن كورح وجسام وأديرام وعزية الملك وشاول الملك. يعني مش بس إن الكهنوت خاص لفئة معينة دعاهم الله ولهم درجات مميزة، ولكن بين الدرجة والتانية في تمييز وفي رياسة وفي مرؤوس، وإلا العمل ما يمشيش. والعالم بره ماشيين بهذه الكيفية، العالم اللي هم ما يعرفوش ربنا في أي مؤسسة، في أي طابونة، في أي شركة، في أي مصلحة، تلاقي فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه الحكاية ماشي، ولو الكبير بقى زي الصغير تبوظ الحكاية خالص، ما تنفعش. ربنا وضعها من الأول كده. يقول العمل الذي يكون به الأسقف من رسامات بوضع اليد هو قمة السلطان الكهنوتي، ولا يمكن للدرجات الأخرى القيام به. كذلك يقوم القس بتقديس القرابين والأسرار ولا يمكن للشماس أن يقوم به. القانون السابع يقول إيه عن الموضوع ده؟ عشان خاطر ما يجيش شماس يعمل عمل الأسيس أو يجي أسيس يعمل عمل الأسقف. قال قانون رائع، قانون سابع الكتاب الأول من أباء الرسل، يقول أمرنا شمامسة عددهم 7، لسه أرنيها في أعمال 6 اللي بيتكلموا هما نفس الرسل اللي اختاروا. أمرنا شمامسة عددهم 7، هؤلاء الذين منهم استفانوس الشهيد القديس، ليس هو ناقصا عنا في المحبة التي لله، بل قد أظهر خدمته لله في الإيمان بالمحبة التي له في المسيح يسوع سيدنا بهذا المقدار حتى رجمه اليهود. ولكن هذا الرجل العظيم الذي ينبع بالروح الذي أكثر أبواب السماء مفتوحة والرب عن يمين الله لم يظهر له في موضع من المواضع أن يفعل ما لا يليق بالشمامسة أو أن يحمل القرابين أو أن يضع يديه على إنسان في مكان ما، بل كان يحفظ طقس الشمامسة إلى الانقضاء وهو قديس. موضوع بقى مش موضوع درجة القداسة، ما يجيش أسيس يقول أنا الدرجة بتاعتي أعلى شوية في القداسة فأنا أقدر أرسم خصوص، ما ينفعش، يتشلح في الحال. أبونا سيرجيوس كان رجل عظيم، كلنا نعرف يعني كلمة أبونا سيرجيوس. جه في يوم من الأيام قال يعني إيه الفرق بين الإيد اللي بتمسك الخبز والخمر وتخليه جسد ودم الرب، ما أنا أجيبش الناس أرسمه أسيس، البطرك مش عايز يرسمني أسيس يساعد معايا، أنا هجيب واحد أرسمه. فنادى واحد وراح رسمه سماه أبونا ديمتري. البطرك شرحه هو والأسيس اللي رسمه في الحال، ما عملوش حتى مجمع. ده كلام ده مع أن عظمة أبونا سيرجيوس، وكان رجل له عظاته وله تعاليمه، ولحق نفسه قبل ما يموت شوية وتاب والكنيسة قبلت تبته. ينفعش، ما ينفعش الشماس يقوم بعمل الكاهن ولا كاهن يقوم بعمل الأسقف، ده حاجة من الأول. هنيجي بقى نقول الشعب يقوم بعمل الثلاثة أو يبقى الحكاية تعوم، الموضوع ما ينفعش. شوف القوانين تقول إيه. الأسقف يبارك ولا يبارك عليه، قوانين الآباء الرسل. الأسقف يبارك ولا يبارك عليه، ويحمل القرابين ويأخذ الألوجية لقمة البركة من جهة الأساقفة وليس من جهة الكهنة. يعني ممكن أسقف كبير يكون بيخدم الأسقف الثاني يتناول من معاه، لما ما يجيش كهن يناول الأسقف، واضحة قوي في القرن الأول. هذه العبارة تعني أن سلطان الأسقف هو السلطان الأعلى كنسيا في الدرجات الكهنوتية، وكمال عمل الأسقف هو وضع الإيد والرسامة والتكريس، الحاجة اللي ما يقدرش يعملها الكاهن وبالتالي ما يقدرش يعملها الشماس. يجي للأسيس يقول لك الأسيس
يبارك ويبارك عليه. يعني هو يأخذ البركة من الأسقف ويستطيع أن يعطي البركة للشمامسة والشعب، ويقبل الألوجية من يد الأسقف. لو أسقف موجود هو اللي ناوي، ما ينفعش الأسقف حتى يقول له إيه تفضل أبونا تناول، ما ينفعش، ده مش اتضاع. الأسقف هو اللي ناول الكاهن، والأكاهن يناول الشمامسة والشعب. وممكن طبعا لو كان القسيس يقدر يناول الشعب يبقى بالتالي الأسقف يقدر يناول الشعب، مش حاجة خالص، ده أعلى بكتير. يقول القسيس يبارك ويبارك عليه، ويكبر الألوجية من يد الأسقف وليس من جهة الكسوس، وهو أيضا ليدفع لشريكه القسيس، يعني ممكن يتناولوا مع بعض. هذه العبارة تضع القسيس في الحلقة الوسطى، فهو يقبل البركة والسلطان من جهة الأسقف ويمنح البركة والأسرار للشمامسة وللشعب. الشمامسة، الشماس لا يبارك ولا يدفع الألوجية ويأخذ البركة من الأسقف ومن الشماس، موجودة في القوانين. وزي ما قلنا إن دوت مش بيقلل من وضع الشماس، ممكن يبقى قديس، ممكن الكاهن يبقى قديس، إنما لازم يبقى فيه درجات واحترام للدرجات. ولما اتسعت الخدمة ابتدت تظهر أسماء أخرى عشان خاطر برضو استمرار العمل، وبرضو دي متاخدة من الكتاب المقدس. يعني شفنا كلمة الأسقف والقسيس والشماس واضحة جدا في الكتاب المقدس، إنما بصراحة ما شفناش كلمة مثلا أمس أو مطران أو بطريرك في الكتاب المقدس. إنما السلطان اللي عند الآباء الرسل اللي لما الخدمة زادت أوجدوا حاجة اسمها شمامسة، وده طبعا بإرشاد من ربنا، هم جايبينها منين الفكرة؟ ده ربنا أعطاهم سلطان وأعصمهم من الخطأ في القرارات الكنسية. فدلوقتي لما يكون في أسقف واحد خلاص يرسم أسوس وهو المسؤول عن كل الخدمة، طب في أكثر من أسقف تعمل إيه؟ ما تقدرش تخليهم الاثنين زي بعض، مش ممكن. فيكون في أكثر من أسقف يبقى تعمل واحد مطران وتخلي واحد أسقف. ده حصل في كل الكنائس المسكونية، كل الكنائس في العالم مش بس في الكنيسة القبطية، عشان خاطر يبقى فيه مسؤول. فمثلا ماري مرقس لما نزل مصر رسم أسقف إنيانوس، ورسم معاه ثلاث كهنة، ورسم معاه سبع شمامس من أول فترة نزل فيها ماري مرقس. طيب خلاص بقى أصبح فيه أسقف الإسكندرية مسؤول عن الكرازة المرقسية، هيقعد كل الحكاية بأسقف واحد؟ ده وقت علينا كان عندنا 400-500 أسقف، فلازم كل مجموعة أساقفة تعمل عليهم مطران أو رئيس أساقفة، وكل مجموعة المطارنة كلها يبقى عليهم بطريرك. وإن يوجد أكثر من بطريرك يبقى فيه بابا، ومن هنا جيت تحت الموضوع بتاع درجة الأسقفية تحوي حتى خوري إبسكوبس اللي هو مساعد أسقف، يبقى يساعد الأسقف في المراكز والقرى، وبعد كده فيه الأسقف، وبعد كده المطران، وبعد كده البطرك، وبعد كده البابا. ويجوز إن البابا يحمل لقب البابا والبطريرك. بالنسبة للقسيسية، لما كتر الخصوص كل كنيسة فيها أسيس مش محتاج اللي انت تبقى عندك أمس، الأمس هو المدبر، في جومين يعني المدبر. إنما أصبح عندنا كنائس، ده زمان كان كده، كنيسة فيها 7-8 كهنة، ونشكر ربنا رجعنا لهذا العصر. سيدنا البابا رسم في القاهرة وإسكندرية كنائس فيها 7-8 كهنة، في الجيزة فيها كنائس فيها 10 كهنة النهاردة. تسيبهم إزاي يعني؟ كل شوية يحصل حاجة في ترتيبات الخدمة يجيبوا الأسقف، لازم يبقى فيه جومين يدبر أمور الخدمة، ده حاجة طبيعية. فيقولوا يختاروا أقدم القسوس ويبقى هو الأمس، ويترسل له صلوات موضوع عشان خاطر يدبر أمورهم، ما تتناقضش مع الكتاب المقدس. اللي خلاهم يحفروا درجة بتاعت الشموسية ممكن قوي، ودي حاجة من الناحية التنظيمية ومن الناحية تدبيرات الخدمة، ولكن ما زالت الدرجات الأساسية في الكهنوت هي الأسقفية والقسوسية والشموسية. بالنسبة للشمامسة، لما رسموا السبعة كانوا شمامسة كاملين متفرغين للخدمة، عارفين حتى خدمة الموائد أصبح الشمامسة السبعة ما يقدرش يقوموا بيها. إزاي تلحق؟ ده وعظة واحدة بطرس كان بقوا 3000 ناس، الوعظة اللي بعدها بقوا 5000. والكتاب يقول وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. حتى استيفانوس رئيس الشمامسة ما بقاش فاضي يخدم الموائد، ده راجل بيوعظ وبيعلم وبيخدم، طيب اعمل له شمامسة مساعدين. فابتدى يبقى فيه شمامسة مساعدين. احنا عندنا سبع طغمات نقول عليهم الايم اللي بيعمل الاربان يرد، وبعدين اللي بسلطس اللي هو بيرتب، بسلطس يعني مرتب، وبعدين الاغنوستس يعني القارئ، وبعدين الايبودياكون اللي هو مساعد الشماس،
بعدين تي دياكون اللي هي واحدة تبقى واخدة نفس الدرجة بتاعت الإيب دياكون ولها خدمات كثيرة في الكنيسة شماسة، وكان فيه في الكنيسة الأولى في أعمال الرسل ليديا وفيبي دول كانوا شماسات، مش عشان خاطر يلبسوا التونة يخدموا في الهيكل، ولكن لأن المفروض خدمة الهيكل بصراحة بس للأسقف وللقسيس وللشماس الكامل، أو هنتكلم بقى صح، فلا حتى الإيبو دياكون ولا اللي تحتيه، وبالتالي برضو ما يبقى سيدات، مش موضوع بقى بنميز بين الراجل وبين امرأة. الكهنوت هنتكلم عليه في محاضرات تانية بالتفصيل، ربنا اختاره وخصصه للرجال، وما فيش حاجة أجانس المرأة في الحكاية دي، وهنتكلم على موضوع وضع المرأة والخدمة في الكنيسة بالتفصيل. إنما مش أي راجل كمان بيبقى شماس، لازم نعرف الحكاية دي. فالشماس الكامل المفروض هو اللي بيخدم في الهيكل. وبعدين لما يبقى بقى الأبروشية كل كنيسة فيها شماس كامل، المفروض يعني لازم يبقى فيه رئيس شمامسة، ما ينفعش حتى رئيس شمامسة يبقى في الكنيسة اللوكل، هيعمل إيه؟ ما فيه شماس كامل كفاية، مش محتاجين لأرش دياكون في الكنيسة الواحدة. إنما شماس كامل ممكن يشرف على كل شمامسة، ياخد التعليمات بتاعته من الأسيس وبعد كده هو إيه يشرف على الشمامسة، ما ياخدش التعليمات بتاعه من أي حد من الشعب. اللي عنده ملحوظات يروح يقولها الأسيس، يروح يقولها الأسقف، وهو يبقى مسؤول. يجي بقى كل دايسوس يبقى فيها أرش دياكون واحد، وده بيساعد الأسقف في ترتيب الأمور الخاصة بالشموسية في كل الكنائس اللي تابعة للأبروشية، ومن هنا أصبح اتساع في الخدمة. واضح جدا موضوع الكهنوت ودرجاته والحاجات اللي نشأت فيما بعد كده. ربنا يسوع المسيح هو اللي وضع الكهنوت، وهو اللي أعطاهم السلطان، وهو قال واحد بيحترم هذا الكهنوت. عارف زي ما واحد يعني يدي الواحد توكيل أو يعين واحد وكيل عنده، وكتاب قال كده، وهنتكلم دي اتكلمنا النهاردة عن درجات الكهنوت، مرات بعد كده هنتكلم على وظائف الكهنوت وألقاب الكهنوت، الألقاب اللي بيحملها الآباء الكهنة والأساقفة الشمامسة المساعدين. فمن ضمن الألقاب لقب وكيل، وكيل لله، وقالها بولس الرسول بوضوح. فربنا لما بيبدأ حد إن هو يكون وكيل عنه، أول واحد يحترم هذا التوكيل هو الله نفسه، ودي بتحصل. تعال أنت النهاردة تدي توكيل لواحد بالنيابة عنه، وأنت رئيس الشركة، وبعدين كنت مسافر ومديله توكيل ومختوم وممضي من السفارة وممضي من كل الجهات الرسمية، وبعد كده يجي موظف يوصل لك أنت وأنت المسؤول، وبعدين يقول لك أنا عايزك تخلص الموضوع ده لو سمحت أنت صاحب الشركة، قل له روح لفلان الوكيل بتاعك، تقول له لا 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 ده أنت أعظم واحد في الشركة، ده أنت صاحب الشركة، قل له حبيبي أنا اللي مديله التوكيل وأنا أول واحد أحترم هذا التوكيل. عارفين لو صاحب الشركة ما احترمش التوكيل ولا حد يحترم الراجل اللي فيه تبارك. واحد يروح مصر يقول لك أنا عايش في أمريكا وأعرف شركات هنا في أمريكا وأقدر أبقى الوكيل بتاع مصر وأشتري حاجات منها من جنرال فورد وأروح أبيعها في مصر، ويروح يعمل كده يقول له وقف، إحنا ما نقدرش نديك أبدا أي حاجة تنزلها مصر ولا في الشرق الأوسط. ليه؟ قال إحنا عندنا الوكيل بتاعنا هنا، أنا هبيع لكم أرخص، أنا عنده حبيبي إحنا عندنا وكيل ونحترمه، احنا لو ما احترمناش الوكيل بتاعنا ما حدش يحترمه ابدا. عارفين ربنا نفسه بيحترم الوكيل، طول ما هو مديله التوكيل يحترمه ولا يكسر كلامه. ربنا لما اعطى التوكيل للعهد القديم واقام الكهنه في العهد القديم كان بيحترمها بطريقه عجيبه جدا، رغم ان عارف ان في تجاوزات في الكهنه. وربنا يسوع المسيح قد ما شفنا الايقونات بتاعت الاعياد السيديه كان عارف ان الكهنه بتغلط، واحتراما للتوكيل في اليوم الثامن راح وحضر وحصل الختام، اختتم من احد الاباء الكهنة. هو كان قديس سمعان ولكن اهو احترم الكهنوت. وبعدين في يوم الاربعين راح برضو عشان خاطر موضوع الاربعين بتاعه الطفل. وبعد كده لما جه في وقت المعموديه وكان يوحنا معمدان كاهن، يقول لك الكاهن ابن الكاهن ابو زكريا رئيس الكهنه، والكهنوت كان بيتورث لغايه هذا الوقت، قال له اسمح الان لانه ينبغي ان يكمل كل بر. طول ما هو لسه كان مديهم التوكيل كان بيحترمهم وبيسمع كلامهم. ولما ناس قالوا له دول بيلخبطوا قال لهم تسمعوا كلام على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين، مهما قالوا لكم تفعلوه وحسب أعمالهم لا تعملوا. لغاية لما لخبطوا قوي وشال عنهم التوكيل راح قال للرسل أنا بديكم أنتوا التوكيل، ماذا أصنع صاحب الكرم؟ أخذ الكرم ويعطيه الكرمين، يعني الصحاء يعطي الثمار في حينه، وقال لهم باي ذا واي لا تبع لكم أبا على الأرض. قال تفسيرها لا تبع لكم أبا على الأرض، يعني اوعى انتوا بعد ما بقيتوا اباء تقولوا للكهنه بتوع العهد القديم يا ابانا، خلاص ده ما بقوش اباء ليكم.
أنت تبارك ولا يبارك عليك، أدي التفسير بتاعت أنت تبارك ولا يبارك عليك، أو أدي تفسير لا تضع لكم أبا على أب. هم أصبحوا أباء ورؤساء أباء، هم الذين يعطون البركة اللي بياخدوها من المسيح. هجيب قصتين في الكتاب المقدس، والأخ عهد الأسبوع اللي فات فكرني قال لي موضوع بولس وموضوع حنانيا، وزي أن الله فعلا يحترم الكهنوت ويحوله على جهة الاختصاص، مثل رائع. بولس الرسول يقابل ربنا في السكر ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخك. قال له من أنت يا سيد؟ الذي أنا أضطهد. قال له أنا يسوع اللي أنت بتضطهد. فقال وهو مرتعب ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أهو بقى راح لربنا نفسه اللي هو رئيس الكهنة والمسؤول الأول عن الكنيسة، وهو اللي اشتراها بدمه الزكي والكريم. قال خلاص يا بولس احنا في وقت دلوقتي فيه أساقفة في الكنيسة وفي وقت فيه كهن، أنا هحولك على جهة الاختصاص. شوف يقول له إيه، ماذا رب تريد أن أفعل؟ في حاجة أكثر من كده؟ قال له قم ادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. لما تقول له أنت رب، قال لا أنا احترم الوكيل بتاعي مش عيل، هو يروح هناك وأنا هقول للوكيل يقول إيه. ما هو الوكيل ده لازم برضه يعمل تعليمات اللي موكله، أذروايز ممكن إن هو يشيله. شوف ربنا من ناحية تانية يعمل إيه. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، كلام بتاع ربنا بس اتشانل الطبيعية عن طريق الوكيل بتاعه، فقال له يا حنانيا، فقال هانا زي رب. فقال له قم اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لأنه هو زي يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا دخل عليه ووضع يده عليه لكي يبصر. يعني يا رب ده قال لي بولس تروح لهم هيقول لك تعمل ايه، وبعدين روح يا حنانيا تقول له تروح له، وبعدين في رحله ثانيه روح لبولس في رؤيا ويخليه يشوف حنانيا برؤيا، لسه ما تقابلش حنانيا بالجسد. يعني ربنا خلى حنانيا يظهر لبولس في رؤيا، وبولس شاف حنانيا وهو واقف وبيحط ايده عليه لكي يبصر. وبعدين حنانيا بيقاوح شوية، فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوصل جميع الذين يدعون باسمه. فقال له الرب اذهب، ما تناقشنيش بقى، أنت الوكيل بتاع تسمع كلام، ما برضو لازم مواصفات الأسكف يسمع كلام الرب يسوع، لأن هذا لي إناء مختارا، أنت ما تعرفش أنا بعمل إيه، أنت تسمع كلام، أنت الأداة اللي أنا بستعملك في الخدمة، لأن هذا لي إناء مختارا يحمل اسمي أمام أمم وملوك بني إسرائيل، لأني سأريه كم من بغي أن يتألم من أجلي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه زي ما شفر في الرؤية بالضبط، وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق، احنا عارفين إيه اللي حصل، الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقعت من عينيه كشور، وقعت من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعامه وتقوى. ما دام عمده يبقى ده مش كاهن عادي، ده حتى كان بيقول حنانيا أسقف أورشليم، وده في أعمال الرسل، يعني لسه في بداية الكنيسة الأولى، مش في القرن الثاني والرابع والعاشر أو العشرين زي ما احنا عايشين، في الإصحاح العاشر على طول. والوقت يعني أزف شوية مش هقراها كلها، نفس القصة حصلت مع بطرس كرنيليوس. شوف الكتاب يقول ايه على كرنيليوس، راجل بيصلي تقي خائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس. فلما شخص إليه ودخل الخوف وقال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن ارسل إلى يافا واستدعى رجلا اسمه سمعان الملقب بطرس، أنه نازل عند رجل اسمه سمعان الدباب عند البحر، هو يقول لك تعمل إيه. يعني ربنا ما قالش لكرنيليوس يعمل إيه مباشرة، ولا حتى الملائكة. نلاحظ الحكاية دي، الملائكة لهم درجات عظيمة جدا ولكن ما لهمش سلطان كهنوت، والملاك هو الكاهن هو اللي يصرف الملاك مش العكس. يقول له يا ملاك هذه السبيحة الصعد بهذا الدسكاح إلى العلو. الكاهن يعطي الجسد والدم، والأسقف يعطي الجسد والدم، والملاكة تقف مخبي وشها، ما سلطان كهنوت
ربنا اللي اداه، ما لناش فيه فخر ولا لينا فيه حاجه نقول ده حاجه مميزه فينا. يا ربنا يرحمنا لانها مسؤوليه خطيره. قصتين واضحين جدا، منتهى القوه ومنتهى الوضوح. واستمر الوضع على كده في الكنيسه كلها، يعني عرفنا الكتاب المقدس وعرفنا الاسكوليه. تشوفوا سنه 96 ميلاديا قديس كليمنطوس كان تلميذ يوحنا الحبيب، شوف التسلسل، كتب رساله لكنيسه كورنثوس يوضح ليهم رئاسه الاسقف على الكنيسه، وحذر الشباب في مجموعه شبان كانت تعدوا على الكهنه، يقول لك حذر الشباب الذين تعدوا على الكهنه في الكنيسه، وقال لهم يجب ايها الاخوه ان يحافظ كل منكم على ردته لكي نرضي الله بضمير صالح ولا يتعدى اي منكم على الرتبه الاخرى. في سنه 96 ميلاديه، يعني بقالها 1901 سنه. قديس اغناطيوس وكان برضو تلميذ ليوحنا الحبيب بقى اسقف انطاكيا، اشهر اسقف لانطاكيا. في القرن الثاني كتب رساله لافسس بيقول لهم ايه، الكنيسه تكون تحت قياده الاسقف، والكهنه يساعدون الاساقفه، والشمامسه يساعدون الاساقفه والكهنه. يقول تعبير عجيب جدا، يقول يجب ان ننظر الى الاسقف كما للرب يسوع المسيح نفسه، وان نستقبله كما نستقبل صاحب البيت نفسه. ودي الحكمه ان احنا لما يجي اسقف، وطبعا الاب البطريركي بالتالي، نستقبله وكاننا نستقبل المسيح، وكيل المسيح وسفير المسيح. ده كتب رساله لاهل فيليبي قديس اغناطيوس، يقول ايه، حينما كنت معكم تكلمت معكم بكل وضوح وبصوت عالي صوت الله نفسه، اسعوا للاسقف وللكاهن والشماس. لما قريتها بالانجليزي تلاقيها اقوى شويه، يقول لك pay attention to the bishop and presbyters and deacons. كان تملي تبقى كلمه presbyters عشان ما حدش يقول عليهم شيوخ. presbyters يعني كاهن وليس شيخ او كبير في السن، معناها شفيع باللغه اليونانيه، شفيع. ده من حيث الدرجات. هنتكلم بعد كده على الالقاب والاعمال اللي بيعملوها الاباء الاساقفه والكهنه واللي بيساعدهم فيهم الشمامسة. موضوع مهم جدا، لان بيدينا عليه كل اسرار الكنيسه. لو امنا في الكهنوت وعرفنا حدوده ودرجاته هنامن في كل اسرار الكنيسه، والحكمه بنت اعمدتها على ايه، او بنت بيتها على اعمدتها السابعه. شيل السبع اعمده من الكنيسه ما تبقاش كنيسه، يقع السقف على الارض تبقاش كنيسه. مفيش كنيسه من غير اسرار، سبع اسرار الكنيسه هي دي اللي بتميز ان كانت كنيسه ولا جمعيه. تخيل لو تشيل سبع اسرار الكنيسه من الكنيسه، يبقى فاضل فيها ايه؟ بعدين يجي ناس ثانيه تشيل الصوم ويشيل الشفاعه ويشيل التوبه والاعتراف، إيه؟ طب يبقى فاضل ايه في الكنيسه؟ تبقى جمعيه. لنا بقيه في الموضوع لربنا المجد الدائم للابدين. اتفضل امسك. اخيرا يا ربنا يسوع المسيح، احسبنا مستحقين بركه العذراء القديسه مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس وبركة الصوم المقدس، بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا فإن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام وسلام ربكم.